في ظلال السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى قباء، ازداد شوق الأنصار لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحدهم: إنهم لما سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكفوا قدومه كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحرة ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال ويؤذيهم حر الظهيرة، فإذا لم يجدوا ظلا دخلوا، وذلك في أيام حارة. وفي أحد تلك الأيام الملتهبة عادوا إلى بيوتهم بعد طول انتظار، لكن صرخة مدوية من أحد حصون يهود أوقفتهم، أخرجتهم من بيوتهم وجعلتهم يحملون السلاح، فعلى أطراف يثرب يقع حصن يهودي يحوي حاراتهم المغلقة المليئة بالأسرار والمؤامرات. وعلى سور ذلك الحصن شاهد أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفاقه، وشاهد ثيابهم البيضاء تختلط ببياض السراب. لم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وخرجوا من بيوتهم وملأوا الطرقات فرحا، فتلقوه بظهر الحرة. لم يتوقف صلى الله عليه وسلم ولم يدخل يثرب، بل مال بأحبابه يمينا إلى قرية صغيرة للطيبين بني عمرو بن عوف تدعى قباء، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. ولما وصلها أناخ ناقته ونزل عنها وجلس على الأرض، فقام أبو بكر للناس، فتقدم بعض الأنصار الذين لم يروا رسول الله من قبل يحيون أبا بكر، لكن الصديق أخذ ثوبا من ثيابه فرفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومد يديه ليظلله عن الشمس، فعرف أولئك الأنصار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الجالس، فأقبلوا يحيونه في مشهد تتزاحم فيه القلوب والأيدي والمشاعر. وبعد أن حيوه أخذوه إلى إحدى الدور لكي يقيم فيها. كانت قباء تبتهج بحبيبها، تستنير بخطواته وهيبته وجلاله، وكان بين تلك الجموع عينان تحدقان بحقد في ذلك المشهد، عينان تكرهان ما يحدث. إن سل صاحب العينين كخنجر، وانطلق مسرعا نحو مزرعة ابن عمه اليهودي، ولما دخلها وجده جالسا تحت نخلة، وفوق رأس النخلة عبد أبيض البشرة غيرته الشمس، وشققت الغربة والشقاء والعبودية أقدامه ويديه، وهو يخترف رطبا،
وقف اليهودي أمام ابن عمه فأخبره الخبر، فأظلمت الدنيا في وجهه وقام من مجلسه فزعا. أما العبد الأبيض فارتجف قلبه واهتزت يداه وبدنه حتى كاد يسقط من رأس النخلة.